Yeah.
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بشرى لنا
الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط في الأجور كرمه ويسانه تعالى مجلود مشاش خلق الخلق لكما واتوا عليها علمه وبسد لهم من فائد المنة ما جاء به في مقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل بيده رحمة لقد إرادة مزنية في خلقها للعبد المحبوب فانتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة الغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عطرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمول فتوقعت بجبنا كل جول ودرجا كل العوالم بانتراز ولا يقل ذكره بكثرة دلدال حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان يتشرف بدون زحل أبدا تسر أسره في الأموات فما من ذي اتصل به خلق منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب
النار فلا يعجز والنص في اللسان لا يحار في تعقل هذه الجنان إن تشرف في عالم القدوم والظهور فمنع الوجود الخلق ينور وتبارك الله من إله كريم بشرنا آياتهم بالذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إيمانكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجئ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم سلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قومه وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان من ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من مدينة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من محنة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الجمال وطاف بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف العصيم وده وحبه ما عطل الأكوان بنشر ذكراه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله